ما يروحش عند الحاجة صباح في منطقة فيكتوريا في شارع جمال عبد الناصر وياكل من عندها سندوتش الكباب والكفتة والكبدة يبقى غلطان، فات نص عمره زي ما بيقولوا. عشان هتروحوا وهتلاقوا واحدة كده ست محترمة طيبة واقفة تحت بيتها وعندها عربية صغيرة وبتعمل عليها المشاوي، وسعر السندوتش عندها الكفتة من 4 ل5 جنيه، وعندها السدق برضو ب6 جنيه، وعندها الكبدة على الفحم 5 جنيه، وعندها الستيك ب6 جنيه، وبتقطع السلطة وبتظبطها للزبائن بتاعتها. لما جيت قلت لها يا حاجة صباح انت بقالك قد ايه في المهنة؟ قالت لي من ايام جوزي الله يرحمه الحاج مجدي، وكمان المكان بتاعنا معروف باسم مجدي كفتة، مفيش حد في منطقة فيكتوريا في اسكندرية الا ما يعرف العربية دي. انا بدعم الحاجة صباح وبطلب من كل متابعي أكلة عدنان المحترمين يروحوا يدعموها وياخدوا منها السندويتش. ده المشروع بتاعها البسيط، وكمان هي إلى الآن شغالة لوحدها، وربنا يديها الصحة ويديها الخير كله. تشرفت بيك يا حاج صباح، وبقول لك فعلا استفدت منك من الحوار اللي دار بيني وبينك، وفي نفس الوقت كمان أنا بدعمك وبدعم كل الناس اللي زيك المحترمين اللي فعلا يستاهلوا كل الخير وكل الاحترام اللي أنا خدته منهم. في نفس الوقت كمان الحاجة صباح بتوقف كل يوم من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 1 بالليل، دي العربية بتاعة جوزها الله يرحمه عم مجدي، وقائمة الأسعار مكتوبة قدام حضراتكم. هتروحوا وهتشوفوا ست طيبة قمة الاحترام، فعلا الحاجة صباح أم ضحكة حلوة، ربنا يديها الصحة يا رب. جيت لدكتور عبد الناصر عند الحاجة صباح ربنا يديها الصحة، السندوتش ب4 وب5 و6، أحلى سندوتشات بفضل الله سبحانه وتعالى. مش لاقي كلام اقوله، ربنا يخليك يا حاجه. تسلم يا حاجه. ارجوكم تعالوا ادعموا الحاجه صباح، لان الحاجه عندها حلوه قوي قوي قوي. دي الاسعار بتاعتها كام يا حاجه؟ يعني على الطبق على حسب ما انت عاوز. تمام، يعني نبتدي من السندوتشات. السندوتش عند حضرتك مثلا يعتبر زي ما انا برضو عايز اوري لكل اهل اسكندريه المحترمين ومتابعي اكلة عدنان، ده يعتبر كفته بتصبعيها حضرتك وبتحطيها في السندوتش ده. ده سعره كام حضرتك؟ ده سعره 5 جنيه. 5 جنيه، وفي ممكن اقل منه ب4 جنيه. في اقل منه؟ ايه الاختلاف بين ده وده؟ الاختلاف بحط مثلا 70، ده ب 5 جنيه 3 صوابع، على حسب الايه الانسان اللي قدام مني عايز حاجه على قد، عايز حاجه يمشي نفسه كده. نعم. طيب نيجي بقى للسجق، ده برضو حضراتكم السجق اهون 70 سجق، وبرضو شويه طماطم وشويه جرجير طحينه. ايوه. ده سعره كام حضرتك؟ 6 جنيه. 6 جنيه. طيب ده هنا ده كده الكبده مشويه على الجريل اهي، جميله وحلوه ولذيذه، سعرها كام يا حاجه؟ 8 جنيه. 8؟ اه. طيب وبالنسبه بقى في ايه تاني؟ اللحمه المشويه اهي. ايوه اللحمه، اللحمه المشويه الجميله الحلوه، الواحد كده يقول بسم الله. الله، لحمه حلوه قوي. تسلم يا رب. والله احلى حاجه ان انت عمال قرمش. ده يعني بصي بقى حاجه صباح، يعني لازمه الطماطم واجيب لك مخلل كمان. ربنا يخليك يا حاجه، ايه الجمال ده كله يا حاجه صباح؟ الله يخليك. حاجه جميله، حاجه زي الفل. الله يخليك. طيب بالنسبه للمواعيد العمل عند حضرتك من الساعه كام للساعه كام؟ يعني بفتح حوالي الساعه 1:30 ل2 بالليل 3 على حسب، يعني ربنا يسهل. يعني واحد من الظهر للبالليل. اه. طيب في مثلا لو حد حب ان انت تبعتي له اكل ولا حاجه، في توصيل بياخد تليفوني؟ ايوه. ولو قريب مني بينزل لي السبت او يبعت لي حد مثلا ابنه او بنته بياخد الاكل. لكن مثلا ابعد عن المنطقه اللي احنا فيها هنا؟ لا ابعد، بيجوا ياخدوا، يعني بيبقى كيكاوي بقى بالعربيات، بالعربيه كده بيجوا كيكاوي ياخدوا. تمام. طيب اللي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت ايه اللي حابه الرساله اللي انت تقوليها لكل الستات في الوطن العربي؟ اللي انا حباه ان انا اقول لاي ست اترملت او حصل ما فيش نصيب مع جوزها، لما تقفي على رجليكي وتجيبي قرشك بعرقك بالدنيا وما فيها. نعم. فيعني الزمان ده بيقول لك الشحاته اسهل من اكل العيش. نعم. لا انا عندي اكل العيش اسهل بكتير، لو جني ب1000 من الشحاته. نعم. ده اللي انا بشجعه لاي بنت ولا ست ولا اي واحده. تمام. ما بشجعش اي واحده تمشي لي بعيل صغير منقبه وتقول لك انا بربي يا تاني. لو جابت حبه خضار زي دول هيمشي. أيوة. لو وقفت على رجليها عملت اي حاجه هتمشي. نعم. بكرامتها. لكنها تمد ايدها لحد او تحتاج حتى لعيالها، لا ما بحبش كده. طيب حابه تقولي ايه للشباب؟
الشباب اقول ربنا يهديهم ويسعوا على اكل عيشهم. في شباب بتنتبه لبيتها ولعيالها وتقضي مشوارها بشرف ونظافه. ايوه فبنسيبها على الله. هو بص حضرتك اهم حاجه في الدنيا حاجه واحده، ان انت بتجتهدي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع. الحمد لله. اهم حاجه تحكي لك الحلوه ده الواحد يعني بصراحه الحمد لله ان انا شفت حضرتك والله بالصدفه، وانا شرفتوني وصوت حضرتك خير من الف معايا، هو ربنا رايد ان انا اشوف حضرتك دايما كده شرفتوني، والصدفه دي بتجمع بتبقى حاجه حلوه الحمد لله. طيب حابه بقى تقولي ايه لاهل اسكندريه؟ اهل اسكندريه؟ ايوه مفيش احسن من اهل اسكندريه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم كلهم. ربنا يخليكي. الله يخليك. طب احنا المكان بتاعنا هنا فين؟ فيكتوريا عبد الناصر. فيكتوريا عبد الناصر. طبعا انا حابب اقول حاجه ان انا اتشرفت بحضرتك. انا اللي اتشرفت بيك والله، واتشرفت ان انا جيت اسكندريه وقابلتك يا حبيبي. احنا اتشرفنا بيك. ربنا يخليك يا فندم. سندوتشات طعمها حلو. تسلم يا رب. كل اهل اسكندريه ببعت لهم سلامي وبقول لهم الحاجه صباح منتظراكم. الف هنا. سندوتشات جميله على دماغنا والله. على دماغنا. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم. تعالوا. طب اتفضلوا. طيب هنتفضل هناكل يعني. عينيا. شكرا يا فندم.